العمال في خطر، هذا عيد هذا عام، العمال في خطر، هذا عيد. السلام عليكم اخوتي الحبايب، حنا هاد السيد تعدى علينا وحنا مصحاب بشرطة تهريد بشرطة، وحنا تعدى علينا وطربنا الترطع الصوفي، حنا هاد السيد يتهز علينا، هاد السيد يتهز علينا على الأوحى، وما هو السيد اللي مضطنا، حنا ما بغيناه شي ما بغيناه شي، خرج علينا خرج علينا، كان ديوان الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. السلام عليكم ورحمة الله، حنا العمال ديال باب سبتة اللي كنا كنديو القوت المعيشي اليومي لولادنا حنا والرجال ديالنا وكل شيء. من بعد ملي تسدت علينا باب سبتة ما لقينا لا معيشة لا ماكلة، ولادنا ضاعوا بالجوع، اللي حرق حرق، اللي مات مات، اللي طلق طلق. جينا وقفنا وقفة احتجاجية، سيدنا عطانا نمشيو نخدموا في هذا المعمل، هذا سيركوتكس قيد سيركوتكس سيدي. ملي مشينا كنخدمو خدمنا عندو عام و 8 شهور، اللي وصلنا في شهر 8 قال لنا غتمشيو فحالكم تنعيط لكم، مشى عيط لواحد الفئه وخلانا حنايا معيطش لينا. خلصنا الشهر الاول، خلصنا الشهر الثاني، الشهر الثالث البارح عيطت ليا مدام ساميه، قالت لي راه قالت لي جيهان مقيداكم في الليسته ما غاداش تخلصي موقفه. قلت لها علاش؟ انا ما بقيتش باقا ما وصلتش سن التقاعد، وسيدنا فتح لي هذا المعمل باش ناكل فيه انا ولادي، في غدا نمشي. قالت لي جيت تاخذي حسابك وبزز منك. ملي قلت لها انا ما غاداش نقبل الحساب، والدوله اللي تكلفت بيا، هاد السيد خدا الامتيازات، خدا لي زانديمنيتي، خدا 2% د التاكس في فالو غاجوتي كيخلصها، صافي خلصها 200% 2% باش يخدمني انا وغيري. مدينا مع الكونترا، قبلنا شرفات، قالت لي دابا كنحيدوا الشرفات، علاش غتحيدني وانا ما وصلتش لسن التقاعد؟ قالت لي انت خاصك تمضي استقاله بزز منك، انا تكريسيان دو جيستيون انفورماتيزي تخوا لونغ فرونسي لونغلي، كنت كندير شاف ديكيب. ملي كنت كندير شاف ديكيب انتقمت مني، داتني للطابله باش تهيني، وخدمت في الطابله وخدمت في الصباط خانز، وفي الاخر سيبتني. قالت لي ما عندكش الحق، المعمل قالت لي كيمر بازمه، وقالت لي بان المصاحب العمل ما عندوش باش يخلصك، داري زانديمنيتي وخلاني انايا خدا التعويضات ديال الملك. كنطلب نرجع للعمل ديالي، ما باغاش نتبع المحاكم، مشى الوقت فيهم 3 سنين ديال الدعاوي، بطر التعسفي، وما عندي ما ناكل، وما عندي ما نطلع، وما نقدرش نهود نطلع في المحاكم. حنا خاصنا نرجعوا، وكتمضي الناس على الاستقاله، كتقول لهم الكونجي، مضات شحال من مره خرجتها، كتقول لهم مضيتكم الكونجي. السلام عليكم، انا كنت خدامه باب سبته، وانا كنت خدامه في الشركه، عطاونا الله ينصر سيدنا، عطانا الخدمه. مشينا نخدموا جوزنا عام وما يعيطوا علينا، سبعه بينا اختارت غير اللي دراوش ما قاريينش، عيطت علينا كنرغبوها كنقول الله يرحم والديك، حنايا ما قاريينش، عطينا عين نسخسيو على هاد الامضاء اللي كنمشي نمضيو، علاش غنمضيو حنا ما عارفينش. قال لي لا والو، قال لي لا ما مضيتيش اليوم ما عمري نزيد نعيط لك، وما باقيش نستقبلكم مره. قلت له علاش؟ قلت له حتى يجيو ديك الناس ويمضيو. قال لي الناس ما غنعيط لهمش على حسب، غيهرسوا عليا المعمل وبغيتي ديوني ثاني درمال. قلت لها شوف حتى يجيو ديك الناس. قالت لي لا والو ما يمكنش. بقينا كنرغبوها كنبكي كنقول لها شوف انا كنشرب الدواء، انا عندي الدواء الطانسيوم الى خطيتو انا والراجل. قالت لي وما عنديش اللي يخدم عليا انا ولادي، واخا كاينين العيال ما خدامينش. قالت لي ما يمكنش. قال لي انت وصلت 60 ديالك صافي غنخرج غتخرج. صافي منعتنا، بقينا كنفكروا. قال لي غنخرجي يدك على راسك، ما عمري باقا نستقبلك. غنبقات علينا مشينا مضينا، ملي مضيت وساليت قالت لي ودابا
زبل، قول لي حاشاكم القرده، قول لي بنت الحرام. قول لي انا قلت لي انا عمري ما زبلت في شي واحد، عمري ما دعيت في شي واحد، والا كذبت عليا الله شاهد عليا، الا كذبت عليها راه ربي شاهد عليا، وقسما بالله ما كذبت عليها الا هذا الكلام قالته لي. قالت لي اه الا ما دابا زبل قول لي بغيتي. قلت لها ياك شنو عملتي لنا، ربحتي شي حاجه مورانا؟ قلت لها انا ما نقدرش نزبل شي واحد، عمري ما زبلت في شي واحد، ولا قول لي نزبل فيك علاش؟ هذا اللي كاين. صافي مضينا جينا بحالنا، ما جبرت راسي في الارض، ربي في السماء وانا في الارض، ودابا رجع في الله. مشينا دابا كندافعوا على راسنا، نطلبوا الله يكون شي خير، يوقفوا معنا الرجال ويوقفوا معنا سيدنا الله ينصرو، هو اللي عطانا الخدمه، الله ينصرو، الله يرزقو صحته، الله يشافيه ويعافيه يا ربي.